أرحب بكم في تجمعكم تجمع الشرقي الصحي في ملتقى الرعاية المستمر الأول والذي تنظمه أكاديمية طب الأسرة في هذين اليومين، شاكرين لكم الحضور والمشاركة في هذه المناسبة العلمية. لقد اهتمت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في رؤية المملكة 2030 بعدد من الأهداف المتعلقة ببرنامج التحول الصحي بغرض المساهمة في تحقيق مستهدفات محور مجتمع حيوي ضمن الرؤية، وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفاعلاً ومتكاملاً، وتعزيز قدراته ومكانته للارتقاء بالخدمات الصحية. ويأتي في مقدمة هذه الخدمات قطاع الرعاية الصحية، والذي يعتبر الركيزة الأساسية لبرنامج التحول في القطاع الصحي الذي نعيشه ونفخر بأن نكون جزءاً منه. ومن منطلق رؤية التجمع الشرقي الصحي بأن نحدث تحولاً صحياً رائداً عالمياً لرعاية صحية شاملة محورها الإنسان، وإيمان كذلك برسالة التجمع بتقديم وقاية ورعاية صحية متكاملة يسهل الحصول عليها بآليات آمنة ومرنة ومستدامة ومبتكرة تعزز دور الرعاية الأولية وتمكن المستفيدين من العناية بصحتهم، بهدف تخفيف العبء على المستشفيات. كما تتميز مراكز الرعاية الصحية الأولية بهويتها الجديدة بجودة الكفاءات من الكوادر الصحية، إلى جانب التجهيزات الطبية اللازمة في المراحل العلاجية الأولى، وأيضاً بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الجديد والذي يخدم بشكل مباشر المستفيد. That the health cluster in the Eastern region is a role model in implementing the model of care, having a better outcome and achieve so far a lot of